جامع الزيتون المعمور في ليلة 27 من رمضان هو روح المدينة وموقظها، يغص بمصلين أتوا من كل الأنحاء تبركا بالمكان وبنفحات الليلة المباركة. ليلة مباركة، حاجة كبيرة برشا، روحانيات كبيرة برشا، ما نجموش حتى باش توصفها، ما تنجمش توصفها، حاجة كبيرة برشا. ربي يتقبل منا دعانا وصلاتنا. داخل الجامع بعد صلاة التراويح بسطت الأيادي ورفعت الأكف للتضرع والدعاء، عسى أن تكون ليلة 27 من رمضان ليلة القدر. قد تكون هذه الليلة، قد تكون مع تعدات أو ما زالت، لذلك نحرص كل الحرص باش نجتهد قدر الإمكان في العشر الليالي الأخيرة، يجتهد قدر الإمكان باش يحصل على الفوز بإحياء ليلة القدر. بعد الدعاء والمناجاة وتبادل التهاني تخرج الأفواج من الجامع نحو دروب المدينة العتيقة وأسواقها. إذا ما قضي أحياء ليلة القدر وختم القرآن الكريم في جامع الزيتونة المعمور، تنفث الليلة المباركة أجواء استثنائية في مسالك المدينة العتيقة. بين أسواق الحلويات والملابس وأسواق الذهب والفضة وكل ما يمكن شراؤه تحضيرا للعيد، تتراس الصفوف في أجواء روحانية تمتزج بالاحتفال. مدينة برشا حية، تو كملنا صلاة وكملنا دعاء، تو باش نخرجوا نعملوا دورة ونشوفوا الأجواء. مي وي حية حية ديما، سيرتو ال 27 باش نعمل دورة في الأسواق باش نشوف شنو ثم شنو ما ثماش، شوية حلو للدار وكذا. أكيد حاجة هذه معروفة، معناتها هذه في تقاليد التونسي، معناتها موجودة. ليلة مباركة خير من ألف شهر، لها وقعها على الأفئدة ومكانتها في النفوس، يزيد المكان في نفحاتها وتختلط فيها الأدعية بأهازيج الاحتفال مع اقتراب عيد الفطر المبارك.